أحمد نط من التخت بسرعة، شلح بيجامته، زت البنطلون على التخت وعلق البيجامة الكاروهات على العمود عساس قال يعني عم بيرتبها. الكلب بدور على الضفدع جوا مرتبان الأزاز، علق راسه. أحمد صار يدور جوا الأغراض وين راح الضفدع، رفع الجزمة قلبها بالمقلوب وصرفها راسه وبتفرج جواها، يمكن يكون الضفدع يوقع منها بس يمكن لا. أحمد لبس بلوزته المقلمة وبنطلونه الأسود وبين بطنه شوي وهو رافع حاله. الشباك لسه مفتوح والشمس طالعة. أحمد كركب الغرفة، صارت الغرفة مكركبة، قلب الكرسي، زاحل الجزمة، الكلب جوا المطربان، الشحاطة على الأرض والبنطلون على التخت.